كانت مباراة عادية جدا سيدة عادية فيها أهازيج وحماس أكثر من شيء آخر، وكأنه الفرجة انتقلت من الميدان إلى المدرجات، وهذا مشكل الآن بالنسبة للكرة الجزائرية. كانت هناك فرصة للموب زردة يسدد بقوة القائم، بعد ذلك المتابعة من صالحي ضيع هدف دقيقة 91، هذا كان يخلينا في المرتبة الثالثة بالضبط. ها هي المعاداة، القائم والمتابعة، ولكن الإنهاء لم يكن في المستوى. بعد سماعك للنتائج تحصرت على هذه اللقطة سابقا، تكلمت معهم الرد طبعا كريم من قاسمي، سامحني شيخ، عفوا تفضل البحث عن الهدف الرائع.